كلنا أكثرنا ضوضاء لكن أربعين تسمارين كنا سرودا وركي جدا بيا سوماليا غضبضا نذل وذاك دنا وحكم النغنا يا وركي جدا بيا حالا مجال ذا بيدبو أولي كحسن يا ففاينا كصباح يا غزارة كذا شيء مجال سعدي لصور أفريقيا ده جدها مجال ذا بيدبو هذا وحندي سوق بين دنا معلومات كي جدا بيا معارض كأصوب دقيه بعصب أو أي ديار صدين يا بيدبو أمر كلام أنت علاه فوران يسحيل مذهبين حس الشق ور وكسو صاري وحندي وذاك دنا مذهبين سوماليا وركو هذه مدبنا كونفور قلبي الصومالي شعب كونفور قلبي نوجب باقي إن إسكت غبتان مع عبد عسلف تجرين حتى با أرين تان ميسي هورين كتا حيصدق قبل كا برمجرات كان يعني ذكو جسوا بين دونا وركينا كلو حكم النغم دونا دولة مريكا كأو دقين عن لوم الدين كفلس قبل كشبه لذا دحيح يا شباب كي وجب بدنا ولقول لا قبل كاس وحن يديسوا بين دونا دولة الصومالي وكده واقضي جريدة تضابط انتقالمه أو مال قرا لقول لا يي حل سواريق يكون يا رضا دجال كدولة دا تركيا مريكا كا تليا عيدا كلوكت حوج دل كسوماريا أو أرين تاسيف فاينك بحياة يا ندين سو بعين دولنا وركنا كلانا وحكم دا معارضة أسبوع كلا نام دحبينا حس الشيخ ويهو جامين أيان حسن على غيره يا مدحبينا ورشريف شيخ أحمد أو لوجر واقي مجال ذا مقدشو يا ورا صار صارين ميدو جام مشرحين تأسب لبكون لحي لبعتن ترشد الصوماريا يا ندين سو بعين دولنا وده بداس يصير كلا وركي جدا بيا عبد الرحمن عبد الشكور وسلمة أو شيعي إن دجال كاسو هذا مجال ذا بيدو وجدال وكري حيو مدحبينه رفر ماجو دبا ورك كاسو يرى عبد الرحمن عبد الشكور بالبدن إن باريتان لغو سميو وركي مجال ذا بيدو كدعي لغو هذا جري وزير بركيت يا ندين سو بعين دولنا أزات دا ودي أنت نقول ذكرين دم أنت بوحد قاسن إن أنا مجال غب غاتان ففنت وركان مغال كان الله جدان سيدو كريتان لو ذاك تان سحب دين كلي ما سندين أنكو باللابو هدي عنكو باللابو وركي وجودن بيا منطقة ما نيجي مجال ذا بيدو بيا حارون تكو ملجار كمامو كفنفور كبيت سوماليا أيا كو ورا ميين حالات كعسانا يقولي إيه كتاعين تاعي مجال ذا وحنا صوب حيو حكو سبسن غزارة كلا شيء دجال كي كدعي مجال ذا بيدو شلي إلا إيه حالي ودحيي إذا ما مامو كفنفور كبيت سوماليا أيه كو مع عارض كا وغيران تبان روح اياه كو غيريوتي لح كلانا واي كو داو عمين سيدا لحقيجيي دقال كي شلاي كدا عيو قوذها مقالة دا بيدابو كو عاسيو واحدات شعبه يدين عيدي دقال عمي وحانا او دحيي إذا ما كاك العمر غاتا مدحبين اللفت كرين ايه كو مشارح محمد آدم فرقيتي او وزير هرسو نقضي وزير كامليغا كونفورغ البيه سوماليا إساق عبدي او شرج لايو غابتاي ايا واح او حالي او شيغي ان اي صواف جرين مليشيه دا كودا غالانتاي قودها غوريغا وزير فرغيتي إسلا مركاسينا اسكودا ييي ان اي خلق القريان حالة دامنية مقالة دا وزير كايا واح او سيدو كراشيغين عيدان كونفورغ البيه إسكل حين ايان ايدين تلو جيدي ايهيد ان اي ورين غوريغا وزير كي وري مالية دا سوماليا حدانا اهم شرح مدحبيني او تاگن هو قامين تا مامولك كونفورغ البيه سوماليا محمد آدم فرغيتي ساقو سيدو كلين تاسو كدري ان عيدان كمشرح حاسي رساسي كوب اللابين عيدا ما بهم نيجا حلي اي وذين روندو حافظا مقالة دا بيربو حالة دا مقالة دا ايا ساك امو غطولي ميد علاد فولان ايسو يدو معارض كنا اي صوبان ديجين هفكي اوغو بدنا قدها مقالة دا بيربو وحا اي شيغين ان اي جواب اي كبحين دونان داعدان لغو داواعي لحظة الروح طوان كالتان اللغو ديلي اي سوق هذين عيدا مدى داعدوا مدحبين اكون فرق البيت سوماليا دقال كبيدابو ايا سوق باللاوضي وارورن مدي هوري شالي وابريجي اساقو سعودي ان كبادن سيدي ساعدود وحان الحقيجي غيري دا اي طوان كاسي قوف ايادو او سيدو كالتان داواعيدو وراكو يشيغ ايان ان تاسي اي كبادن كران عيدا مدى اي لووارري ee ku sugnaa guriga magaalada Beedhabo ka degan yahay wasiir Bargeti ayaa qaar kood nolosha lagu qabtay iyadoo ay soo bandhigeen ciidamada daacad oo madaxweena lafta gareen ee kuwan kale lagu sheegay inay ahaayeen ciidamada milishiyada oo qalqal gelinaya amniga magaalada madaxweena Xasan Sheekh Maxamuud oo arintan war degdeg ah ka soo saaray ayaa weerar ku qaaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo shacabka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay iska qabtaan hal shakhsi oo ugu yeeray inuu sanahayn mid qalqal gelin kara amniga magaalada Beedhabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Beedhabo ayaa si adag kaga hadlay isagoo wax lagu ximaado ku tilmaamay gacanka hadalka halkaasii ka dhacay madaxweyna Xasan Sheekh ayaa carabka ku adkayay in aan la joogin waqtigii dhaxdeena aynu dagaalami lahayn balse la joogo xilligii aynu cadawga iska xuroon lahayn isagoo sidoo kale yiri siyaasadda ha laga wada hadlo madaxda haatan joogto hala dhowro kuwa hoggaaminta doonayaana hala dhowro
taasi bedelkeeda yaanan ogolaanin hal siyaasi oo doonayo inuu inaga nalaayo ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh taasi oo loo fasiray inuu weerarka ku qaaday madaxweynaha maamulka koonfurta fadhiga cabdi salaaf tagareen madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu isagu hadlay yiri waxaan aad ugu xumahay wixii beedhaw ka dhacay walaalaha reer beedhaw waxaan leeyahay culada waa taqaanaan ee wixii idinka qaldama idinka saxda dhamaantiin waxaad tihiin ehel ee dagaalka iska dhaaf oo iska tuura qorayga ayuu sidoo kale hadalkiisa si raaciyay madaxweynaha ayaa sheegay in waqti badan uu ku bixiyay wixii ka dhacay magaalada beedhabo xalintooda isla markaasina dowladdu ay hiil iyo hooba u taagan tahay sidii loo garbistaagi lahaa dadka reer beedhabo arintan ayaa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in ay muqadas tahay marka la eego xal u helidda xiisadda magaalada beedhabo ka taagan waxaana uu sheegay in 20 kilomitir meel u jirta magaalada ay ku sugan yihiin kooxda khawaariij ee al-shabaab cadowga keliya ee soomaaliya leedahay waa khawaariij ma ahan inaan inagu isdagaalno ayuu sidoo kale hadalkiisa si raaciyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan ka jeediyey masjidka madaxtooyada ku yaallo isagoo ka hadlayay xaaladda magaalada beedhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed ka taagan dowladda federaalka soomaaliya ayaa u muuqata haatan inay si dadban ugu hirinayso mucaaradka koonfur galbeed marka laysku daro warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba warka madaxweyne xasan sheekh ee kasoo yiray inuusan hal shakhsi ee qalqal gelin amniga magaalada Beedhabo waa hagaag geesta kaleetana daawadayaal hadii aanu fiirino golo mucaarad oo ka dhanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa looga dhawaaqay magaalada muqdisho caasimadda dalka iyada oo ay hoggaaminayaan madaxweyneyaal hore iyo weliba ra'iisul wasaareyaal hore oo dalka soo maray waxaana ugu waaweyn xubnaha hoggaaminayo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo weliba ra'iisul wasaareyaashii hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas iyo xasan cali qeere midowgaan ayaa fariintii ugu horreysay oo ay soo saaray waxay noqdeen baaq ku saabsan xaaladda magaalada Beedhabo baaqan degdega wada jirka oo ay soo saareen mas-uuliyiintan hore xilalka u soo qabtay ee haatan golaha midowga musharaxiinta abuurtay ee kala madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Umar Cabdirashiid iyo weliba Xasan Cali Qeere oo dowladdii madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare ka ahaa waxa ay kaga hadleen fariintooda xaaladda magaalada Beedhabo ka taagan iyo qalalaasihii ka dhacay waxaana ay ugu baaqeen dhammaan siyaasiyiinta maamulka in ay wada hadal iyo weliba xalka fursad siiyaan isla markaasina ay ku qanacaan in xalku uu yahay in koonfur galbeed laga hirgeliyo doorasho laysla ogol yahay sidoo kale waxay dowladda federaalka ka rajeeyeen inay qaadato kaalinteeda doorashooyinka labada heer isla markaasina ay dhowraan mudaxleedka sharciga ah si dalka looga badbaadiyo dib u dhac ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay arintan oo muujinayso in sidoo kale fariin ay u dirayaan dowladda federaalka soomaaliya waxaa ku saxnaa warqadan shariif sheekh axmed cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo weliba xubno kale oo ay ka mid yihiin xasan cali qeere cabdiweli maxamed cali gaas afartaas xubnood oo kaliya ayaa baaqan midowga musharaxiinta uu ku kooban yahay iyadoo sidoo kale xubno kale ay suuragal ay tahay midowga musharaxiinta ka dhanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud in maalmaha soo aadan ay ku biiraan golahan cusub iyadoo goluhuna dowladda sidoo kale ugu baaqay inay dhowrto mudaxleedkeeda iyo midda maamul goboleedyada taasoo ka dhigan inaysan ogolaan doonin in xasan sheekh uu sameysto qorsho dadban oo haatan abuurayo isla markaasina muddo korriin uu ku samaysanayo waa hagaag geesta kaleetana daawadayaal hadii aanu fiirino maraykanka ayaa duqeyn kululeeyay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliska africom ee maraykanka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey khasaaraha ka dhashay duqeyn ay diyaaradahoodu dagaalka jimciyi ka fuliyeen ay u arkay degmada xadale oo qiyaastii 150 mayl u jirta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka africom ayaa shaaca ka qaaday in weerarkaasi cirka ah ay ku beegsadeen xubno ka tirsan kooxda khawaariijta ee al-shabaab weerarkaasina ay ku qaadeen ciidamada huwanta waxaana ay sheegeen in markaasi ay dalbadeen ciidamada qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya duqeymaha isla markaasina ay suurageliyeen in lagu dilo 6 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waana duqeyntii 3aad oo muddo maalmo ah oo ay gudaha soomaaliya ka geysanayaan diyaaradaha maraykanka duqeyntan oo ahayd mid aan loo meeldayin ayaa dhacday 14-kii Diseembar waxaana lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan shabkad shabaab ah kuwaasi oo isaruursanayay isla markaasina ku shilayay kuwa guriga hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda
وريتا لما نشيغن مغا اميركا اغرغيسا لغو دوغيه شبكدان شباب كيد واحقات وغدا بيتي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي او لغو حزوستو معارددي سي فرماجو ايا سو هدلي وحونا كهدلي حالة مغالة بيربكة تاغن ارقيقار ما هباراها حسن شيخ محمود وغابلسان حلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي ايا كهدلي وركي مغالة بيربشة لكدا عيوحانا وشيغي ان وركاسي هرمود ويهين حبنو عبسان سياسة دي مدحبين محمد عبد الله فرماجو ارقيقان وسوحيقان ايو عود لغا سو دوباي تاليا بوليسكو كونفورق البيت او سيب بريرا هوغوان جب ايو ميد كميدا مشالحين تا معارض كايا مامل كاسي ايا شيغين واركان وكو غادي دونو ونقلي دونو سيدي مدحبين محمد عبد الله فرماجو ندام كيسي وقلين ويقا مقدشو وكدقين يا عبد الرحمن عبد الشكور وحا او شيغي ان سراكيش حمبارسان افكار تميدا سلا عينا ان اي داليساي ان انا اللبارين واركي حولفة مدحبين فرماجو كو غادين قولي جيسا تاسو شيغين السبب يوطاي ان هاتن وزير فرقيت اللويرارو قدانا داو دانتس يكو سامير يابرن جوري تكل سوتين وربانتس مالوين تاني يكو لديد منوت قليب.